بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهارده هنعمل مع بعض الخيار المخلل السريع بطريقه سهله جدا، ومعانا احلى دقه وتتبيله هتخلي الخيار بتاعك خلال ساعتين بس تقدري تاكليه. وهنقول على اسرار قرمشه الخيار اللي هيفضل معاك طول الوقت مقرمش، مش هيطرى منك خالص. وقبل ما نقول عملنا وصفه النهارده ازاي، لو انت اول مره تشوفيني ادخلي القناه وقيمي المحتوى، لو عجبك اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ادخلي القناة كل يوم هتلاقي عندي جديد. يلا بينا نشوف عملنا الخيار المخلل النهاردة ازاي. انا هنا هستخدم خيار وفلفل، سواء فلفل حامي او فلفل رومي اللي موجود استخدميه. هجيب الفلفل واقطعه كده، هو سلايس كده بالطول، انت لو حابة تعمليه بالطول او بالعرض زي ما انت عايزة. التقطيعة دي بتبقى بترجع لك انت. طبعا هنشيل بقى العنق بتاعها من فوق واقطعه كده هو بالشكل دوت. نيجي بقى للخيار عشان يتخلل معانا بسرعة والملح يدخل جواها، اقطعه كده اهو بالشكل دوت. بعد كده بقى نيجي للفلفل الحامي، لو انت عايزاه يبقى حامي هنحط فلفل حامي، نقطعته برضو بالشكل دوت علشان خلال اليوم هتلاقي كل حاجة استوت معاكي بالشكل دوت. بكده خلاص انا دلوقتي هقطع الخيار كله والفلفل واحطهم في البولة كده زي ما هما وهقلبهم على بعض علشان يبقى الخيار مع الفلفل كله كده هو مشكل، ما يبقاش الخيار لوحده والفلفل لوحده، لا قلبتهم على بعض. بعد كده هجيب بطرمان ازاز، او ممكن لو ما عندكيش بطرمان ازاز في حله بايركس زي ديت كده اهو تقدري تخللي فيها برضو الايه الخيار. هعبي بقى الخيار في البطرمان والفلفل مع بعض كده، لما تيجي تاخدي الاثنين مع بعض. بعد ما عبيت البطرمان اتبقى جزء تاني، فهجيب بطرمان كده صغير وابتدي اعبي فيه باقي الخيار والفلفل مع بعض. تعالوا بقى نشوف الدقه التحفه اللي هتخلي الخيار بتاعك طعمه جميل جدا وهيسوي في وقت قليل. هجيب معلقه من الهريسه وهحط عليها بشر جزر، ده بيديله طعم وشكل حلو للدقه بتاعتنا. هحط معلقه صغيره من العصفر ومعلقه كبيره بابريكا، وده كركم، وحبه البركه تدي طعم حلو قوي وشكل جميل، وكزبره ناشفه، ومعلقه صغيره كمون، وربع كوبايه خل على لتر الميه. مبدئيا كده هحط كوبايه ميه مغليه بس في الاول، انا عشان عايزه الميه تكون سخنه جدا، فعقبال ما اقلب الميه هتبرد، فانا هحط كوبايه واحده بس. وبعد كده ابتدي احط الملح. لكل كوبايه من الميه المغليه هحط معلقه كبيره ملح، معلقه من اللي بناكل بيها دي. دلوقتي انا هحط 5 معالق من الملح وهحط قصادهم 5 كوبايات من الميه المغليه، بس الاول هحط الملح وبعد كده ابتدي ادوب عشان الميه ما تبردش. بعد ما حطيت الملح خلاص هبتدي اقلب بقى لغايه ما الملح يدوب. لسه مكوناتنا لسه ما خلصتش، لسه في تكات هنحطها على الخلطه الجميله ديت. خليكي معايا واحده واحده، انا الاول بدوب بس كده الملح الاول. بعد كده هحط معلقه صغيره من الثوم المهروس، ده اللي هيخلي ريحه المخلل بتاعنا تحفه. لسه في التكات بتاعه القرقشه بتاعه الخيار او قرمشه الخيار اللي هيفضل معاكي مقرمش طول الوقت، دي هحطها في الاخر خالص. هبتدي بقى هنا اكمل بقى باقي الميه اللي احنا هنحطها. بص الميه من الكاتل، ميه سخنه مغليه، احط بقى اكمل 5 كوبايات بعد ما انا دوبت الملح تماما. بصي معايا الدقه شكلها تحفه ازاي، لونها جميل جدا. تعالوا بقى يلا نصبها بقى في البطرمانات، شايفه اللون بتاعها وريحتها، الريحه جامده جدا. بعد ما عبيت البرطمانات بالشكل دوت اتبقى معايا حبه كده من الدقه، بصراحه استخسرتهم، فلقيت عندي جزر ممكن اخليله جزرتين كده، حطيتهم في البطرمان الصغير دوت، وقلت خساره نرمي الدقه الجميله ديت. ايوه هبتدي برضو احط مع حطيت معاها فلفل وقطعت الجزر وقشرته، وهمنا البطرمان ده كمان. واخيرا نحط المعلقه اللي هتخلي الخيار بتاعك مقرمش لغايه اخر لحظه. هحط معلقه من السكر، معلقه صغيره في كل كده بطرمان. البطرمان الكبير ده هحط فيه معلقه صغيره، البطرمانات التانية هحط فيها نص معلقه صغيره، وهبتدي اقفل على البطرمان وبعد كده هبتدي ارجه. هي دي اللي هتحافظ لي على القرشه لغايه اخر وقت. برج كده عشان السكر يدوب داخل البطرمان،
ويدخل جوه الخيار كله كده اهوت بالشكل دوت. كل البطرمانات بقى هقفلها وارجها، طبعا الميه سخنه زي ما قلت من الكتل، وهسيبهم بقى كده اهوت. انا كنت بعمل اكل عملتهم الصبح، بس انت ممكن خلال ساعتين تقدري تاكلي من الخيار وهتشوفي لونه اتغير من الميه السخنه اللي حطيناها، وكمان اكتسب الطعم التوابل اللي احنا حطيناه على طول. انا بعد ما خلصت الاكل على طول فتحت منه وحطيت منه في الاكل انا كنت بعمله. شايفه البطرمانات بتاعتنا شكلها تحفه ازاي وما كلفتناش حاجه، لكن لو انت طبعا اشتريت البطرمان ده من بره هيكلفك. تعالوا نشوف بقى بعد ما سبناه ساعتين الخيار بقى شكله عامل ازاي. يلا نفتح بقى البطرمان ونشوف الجمال كده اهوت. والخيار حاجه صنع ايدك تحفه، شايفه لون الخيار تحفه ازاي، جميل جدا، كل حاجه متخلله وطعمه رهيب. بصي شايفه احلى خيار مخلل تاكليه مع الشاورما يبقى حكايه، او البطاطس السوري والشاورما السوري، كل الاكلات دي بتحب الخيار المخلل اهو. شايفه تحفه حقيقي. عايزه اوريكي بقى القشره، هنا رشيت عليه بقى حبه البركه كده اهوت، يديله منظر جميل وبرده بتدي طعم حلو وانت بتاكليه كده اهوت. القشره بتاعته رهيبه. ممكن بقى مية الخيار او الدقة ديت لما الخيار يخلص منك تقدري تحطي فيه خيار تاني وتخليه في نفس التتبيلة ديت، بس مش هيبقى في يوميها طبعا عشان المية بردت، لان المية السخنة بتساعد على سرعة التخليل، فهتقعدي كده يومين وبعد كده تبتدي تاكلي منه اهو بالشكل الجميل دوت. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. بتمنى الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك، دوسي لايك واعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وألقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.